قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الليلة تمر علينا الذكرى الثالثة لتدشين الحركة المباركة التي كللت بالمجد، حركة 14 من فبراير المجيدة، والتي دشنت في مسجد الإمام الهادي بقرية سترة الخارجية بحضور وفاعلية الأستاذ عبد الوهاب حسين وبإدارة الشهيد علي أحمد المؤمن الذي هو نفتخر بأن يكون منا. هذا اللقاء الذي قسم ظهر النظام الظالم، حيث أسس وثبت لثورة استمدها كل الشعب واستمر بها حتى اليوم. كل الشعب، أقول كل الشعب، نعم، لا سنية فيها ولا شيعية، لقد ظهر كل الشعب. ولكن النظام حاول إخفاء بعضه، إلا أنه لن يستطيع إن شاء الله، حيث ستظهر علامات عدم الولاء لهذا النظام من كل فئات الشعب في المستقبل. لقد كان في هذا اليوم، ولقد أكد الأستاذ عبد الوهاب حسين على مشروعية مطالب الشعب، وأنه لم يخرج هذا الشعب لنزهة، وإنما لتحقيق مطالب عادلة. كما أكد في هذا الموقف شهيدنا الغالي علي المؤمن أن لابد للشباب ولابد لهذا الشعب من موقف، فوقف بوقفته في ذاك اليوم، ثم جددها بيعة لله سبحانه وتعالى ولشعبه العزيز، ففجر بدمه الغالي مقولته: نفسي فداء وطني، حيث أكدها عمليا ولا يخفى ذلك على أصحاب الضمير. إلا أن هذا النظام الفاسد الذي لم يعر للإنسان أهمية عوضا عن المواطنين، قتله واستباح دمه. فعلى هذا النظام من الله لعائنه حتى يوم الدين، حيث استباح الدم الحرام. والقصاص مطلب ربنا قبل أن يكون مطلبنا سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن ينتقم لشهداءنا وأن يثيبهم على ما أصابهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا الشعب العظيم بحضوركم أيها الأخوة، وأن تستمر ثورتنا حتى النصر بإذن الله تعالى على نظام قتل وسفك دماءنا واستباح حرماتنا وهدم مساجدنا ثم قال لم يكن ذلك. الكذب من وجه القبيح، الكذب سمة أخذها عن أجداده ثم تولدها في أبنائه. إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله وعليه نتوكل وإليه ننيب. آمنا بالله والحمد لله رب العالمين.